إذا هي جاهزة. طيب عندي من القصائد اللي أفاخر بها يعني، جميل. وأتمنى أن ترتقي إلى ذائقة الحاضرين والمستمعين. أقول فيها: أنشد من لحونك شعر يا غارد الطرق السجيع، وصور المعنى جمال فوق لين غصن توت، وأنا جنوبي والجنوبي ليلقى مشراف ريع، تورد المعنى بعينه وازهرت كل الخبوت، وأنا لمريت البيوت سرني حصن منيع، تمر به بيض الغيوم ويرتكي عزة وثبوت، وتشوف سقفه فوق هامة العلا سقف رفيع، كنه ثبات المؤمن المتبتل بفرض وقنوت، وأحب بيت شيمته ما خالفت حسن الصنيع، من صيتها الطيب توشح صيتها خير البشوت، ويميل قلبي للوساع اللي لها قد تليع، اللي ما تسمع في مداها للرداء والشر صوت، ويزين دار فارقة بالطيبة والمجد اللميع، تجيل أجامد حل مراجل فارقة بين البيوت، ما هي بدار مبردة تاريخها صيت وضيع، دار لجا طاريها جا ذكر بيت العنكبوت، كم من حصون هدمت من عقب طابعها الفريع، ماتت ودار المجد تبقى في علاها ما تموت، والبيت ممن يسكنه وتأملوا صنع السميع اللي رفع بوجود يونس مسكن من بطن حوت. سلامتكم. يا سلام عليك. صح لسانك وعلى شانك، ما شاء الله تبارك الله. وكذلك في هذا اللقاء معنا